استقرت الفنانة غادة عبد الرازق على المسلسل اللي رح تخوض فيه سباق دراما رمضان المقبل، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان صيد العقارب، وبدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي من تأليف باهر دويت دار وإخراج أحمد حسن. وكانت غادة عبد الرازق أعلنت عن تصريحات سابقة عن اتخاذها قرار بخوض سباق دراما رمضان لعام 2024 بمسلسل مكون من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل تلت الثلاثة ومسلسل حدث بالفعل.